المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة جدا، لأن المجتمع الدولي هو الذي ظل يراقب ما يحدث في ليبيا ورفض أن يتدخل لوضع الأمور في نصابها. ما نتحدث عنه الآن من يعني أحداث عنف واشتباكات مسلحة في مكان من هنا أو هناك، هذا يعني يتم بمراقبة وبرعاية المجتمع الدولي. أنا شخصيا أحيانا لما نشوف يعني المشهد أمامي مظلم بهذا الشكل، نقول بأننا قد نطالب المجتمع الدولي بأن يتدخل، نطالب الأمم المتحدة بأن تتدخل في القضية الليبية إذا كانوا صادقين في أنهم يريدون إيجاد حل. ونحن نقول إن الحل الحقيقي هو في ذهاب الليبيين إلى الانتخابات، ولكن أمام ما تحدثتم عنه من أن هناك ستكون هناك مشاكل وعقبات، فنحن قد نطالب بعثة الأمم المتحدة ومن خلالها نطالب بالأمم المتحدة بأن يتولوا هم الإشراف على الانتخابات، بمعنى أنه هو يفرض وجود يعني تحت تنظيم الانتخابات تحت رعايتهم وتحت إشرافهم وتحت مراقبتهم، لكي يحولوا دون أي طرف من عرقلة الانتخابات. أنا شخصيا أعيد التأكيد على ما تحدثنا عنه من أن الحل الحقيقي للليبيين هو الانتخابات.